اكشن. في كواليس تصوير المسلسل كان واضح جدا ان الفنان عابد فهد مهتم انه يظهر بافضل شكل يليق بدوره في العمل. ما بتخيلوا زي مثل ما عم بتقول كان بيلقطني عندك او بمحل تاني. وسألناه عن ملامح دوره في المسلسل. ملامح الدور انه هو شخص كان معرض لحكم. هذا الحكم ممكن انه يكون قاسي. لكنه كان رافض تماما انه يكشف اي شيء عن الشخصيه او حتى العمل. طبيعه الدور هو سري كثير. ملامح الشخصيه ما بقدر احكي عنها. السيناريو كثير حلو كمان ما بقدر افضحه. فانا برايي ما في اي ماده يعني اخدمكم فيها، فالمقابله رح تطلع كثير سطحيه بس يمكن تكون كمان مشوقه. خلونا نشوف شو رح يصير يعني. ما بعرف هلا بنشوف الشباب اذا بيقدروا يوضحوا اكثر، انا ما رح اقدر اوضح. لكن اكيد بعد الحاح واصرار كشف لينا بعض جوانب الشخصيه. باختصار بين قوسين ممكن الواحد يكون رايح للهاويه بعدين فجاه يلاقي حاله انه القدر ساعده انه ما يوقع بهالحفره. هلا هالعوده الى الحياه هي هو الاكشن اللي عم بصير، وهي الصدمه، وهي اعاده حكايه هذا الرجل او محاكاته الشخصيه اللي هي لسيرته لتاريخه لعلاقته بأهله بضيعته بقرايبه. يوم من الأيام. وسألناه كمان عن رأيه في المسلسلات البان أرب. موضوع الأعمال العربية البان أرب هو موضوع جدا مهم لأنه هي تضع العمل على خريطة أكبر، فتحت فرصة أثناء الأزمة للفن أو للدراما السورية أن تبقى يعني مستمرة. وين العناصر اللي بيختار بيها أعماله الدرامية؟ أهم شيء أن لا يكون هناك تكرار، يعني أن الدور ما يكون مكرر. الدور لأنه بس يكون مكرر ما حرام، يعني صعب، ما حدا يقدر يتعاملي فيه شيء جديد ولا رح تقدمي فيه شيء جديد وغير مغري. عرفتي إذا رح يكون بس مشان موضوع المادي فهذا بيكون تلك أنك عم تخون نفسك أو عم تخدع المشاهدين. وكشف لينا عن أعماله الجديدة. عندي مشاركة بعمل اسمه عندما تشيخ الذئاب، عندي دور يعني ضمن مجموعة الأدوار يعني لأنه هو عمل جماعي، إخراج عامر فهد أخي، نص مأخوذ عن هي الرواية اللي هي عندما تشيخ الذئاب.